السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه. ومرحبا بكم في قناتكم مطبخ حليمه الفيلالي مع وصفه جديده وفيديو جديد. وصفتنا اليوم طبق من اطباق ديال الضيافه المناسبات، كيجي رائع جدا، لذيذ بزاف ديال تحميره الوجه وكيستحق التجربه. بقاو معايا نشوفوا تفاصيل التحضير ديالو من اول الفيديو للاخر. اول شيء غادي نوضعوا كميه من السمن تكون بزايد، تقريبا واحد المعلقه كبيره عامره مزيان. غنزيدوا كذلك شويه من الزعفران شعره، ولا ما كانش نعوضوه بالطويمه ديال الزعفران. وفي التوابل غادي نحتاجوا البزار تقريبا واحد المعلقه صغيره عامره مزيان. من بعد راني زدت واحد الكميه، هادو بالنسبه لربعه ديال الدجاجات، درتو كميه اقل نقصوا، درتو كميه اكثر زيدوا. غادي نضيفوا الخرقوم وكذلك كميه زايده من سكين جريبير، تقريبا جوج معالق اللي غادي ندير بالنسبه لربعه ديال الدجاجات. كما لاحظتوا هنا زدت شويه ديال البزار، وغادي نخلطوا هادشي بالقليل من الماء. ضروري باش نحاولوا نمزجوا داك السمن مع التوابل باش ندهنوا الدجاج ديالنا اللي كنكونوا غاسلينه من قبل ومرقدينه في الحامض. يعني كلها كيخصو طريقته، انا خلطته مزيان بالحامض والملح وسكين جبير وشللته مزيان، يعني خليته مرقد فيه وشللته وخليته كيستقطر من الماء ونشرملوه بهذا الخليط الى احتاجيت، ونزيد كميه وحده اخرى. هي احسن هذه الوصفه تكون بدجاج صغير، انا لان الوقت كان ضيق والزوج ديالي جابوا هذا كبير، فاضطريت انني نستعملوه هكاك. جا بنين بزاف غيعطيوه شويه العطريه، او ممكن تستعملوا الكوكلي اي داك الفريخات الصغيرين، غير هما ما تيتوفروش دائما، تيكون الثمن ديالهم يعني في الاسواق الكبرى غاليين واحد شويه، وما تيجي في التقديم ديالهم احسن، ولكن ماشي كلشي كيلقاو. لذا استعملوا اللي توفر لكم وبنفس الطريقه، ما كاينش فرق، غير هو الا كان غادي ديروا يعني واحد العراضه وعندكم مناسبه كبيره فخاصكم الكميه ديال الفراخ تكون كثيره بالمقارنه مع الدجاج. هادو كبارين فدرت منهم غير ربعه. صافي غادي نستمر كندهن الدجاج ديالي من كل بلايص كاملين، وطبعا راني درت كميه من الملح ضروري، واخا نكونوا مرقدينه في الملح فكنزيدوا واحد الكميه على حسب الذوق طبعا، غير هو الدجاج يجي مالح من الاحسن، كل ما كان ملح تيجي بنين، الا كان ناقص جباسل كيجي ما زوينش بصراحه، وخصوصا المناسبات. كنأكد بعض الاخوات في فيديو سابق ديال الدجاج استغربوا من هذا اللون اللي فاتح، فاكيد غيكون فاتح لاننا ما داينش الملون الغذائي، داين غير الكركم. ومعليش يعني غير بغاو نحمروا دوك الاضافات اللي غادي نزيدو غادي تحمروا مزيان ويعطيه اللون اللي حنا باغيين. صافي غادي نستمر كندهنو كامل، انا مازال غنزيد كميه اخرى من التوابل والسمن باش ندهن الزوج الاخرين، ونخليوهم على جنب ونوجدوا الحشوه ديالنا. ممكن ندهنوهم هكا ونخليوهم في الثلاجه ليله كامله، انا كان عندي الوقت ضيق فخليتهم الجهد اللي وجدت الحشوه عمرتهم مباشره وطيبتهم على نار مهيله. بالنسبه للحشوه غنحتاجوا الفواكه الجافه على حسب الرغبه، هنا استعملتها متنوعه، شريحه تقريبا واحد 100 غرام وممكن اكثر على حساب شحال غتعمروا من ديال الدجاج. غادي نقطعوها قطع صغيره بهذا الشكل اللي كنكونوا طبعا مسحناها من قبل، ما كنغسلوهاش غير كنمسحوها، منديل يكون مفازق واحد شويه او بالزيت اللي بغيتو، ونحيدو ديك الغبره اللي عليها وعاد نستعملوها. صافي غادي نستمر نقطعها كامله ونضعها في واحد الجبانيه كبيره اللي غادي نجمع فيها المكونات ديال الحشوه كامله. هاد الدجاج فكيكون مالح وحلو، كيجي زوين بزاف ولذيذ البنات، يعني شي حاجه كيف قلت ستوب ديال تحمير الوجه باش نغيرو في الاطباق اللي متعودين دائما كنوجدوها ضيافنا. هنا عندي المشماش المجفف اللي حتى هو مسحته، وغنقطعوا قطع او مربعات اللي هي صغيره تقريبا واحد 100 غرام كذلك. صافي وغنزيدها مع
داك الشريحه، وهنا قرقاع اللي كنصهدوه شويه في الفران او في المقله، هي شويه انا صهدته في الفران، وكنقشروه وكنقطعوه حتى هو قطع صغيره، والبرقوق كذلك مسحناه وغنحيدو له العظم ديالو وغنقطعوه ونوضعوهم مع داكشي اللي وجدنا من قبل كما لاحظتوا. غادي ناخذ الزبيب اللي كنكون مرقداه من قبل في الماء مع الزهر او غير الماء بوحدو تيتنفخ واحد شويه، واللوز اللي قليته من قبل بعد ما طبعا حيت لي القشره كما كتعرفوا كاملين الطريقه راه معروفه، كنديروه في الماء غليان ونخليوه، من بعد نقشروه ونشفوه واحد شويه ونقليوه حتى كيبرد، عاد كنهرمشو. انا تهرمش لي بزاف ماشي مشكل. وكنضيفو ابلي، ابلي البنات هو القمح المطبوخ اللي كيكون العلبه ديالو صفران، حيت ما صورتها لكمش فهي معروفه مكتوب عليها ابلي كماركه، كاين طبعا ماركات اخرين. وكنسلقوه مع ملحه، انا درت الملحه زايد ما زدتش الملحه، وكذلك شويه ديال الزيت حتى كيتسلق، كنصفيه ونخليوه يستقطر مزيان وكنضيفوه وكنخلطوا الكل. هنا غادي نزيد واحد المعلقه كبيره من القرفه مدقوقه، وبالنسبه للزبده فكندير شويه بشويه وانا كنخلط، كذلك كميه من العسل انا غنديرو ندوق ولا خاصني ونزيد، وكذلك جوج معالق من ماء زهر، وكنخلطوا هاد المكونات مزيان وغادي ندوق، لان خاص تكون عندنا خليط بين الملوحه ماشي كثيره في الحشوه، ولكن ضروري من الملحه مع الحلاوه والقرفه وما زهر الزبده وهاد الفواكه، كيجي خليط زوين بزاف يعني ممكن ناكلو غير هكا. يعني انا عمرت بيه واللي تبقى خليته للتقديم. صافي كما لاحظتوا هنا زدت معلقه اخرى من العسل تقريبا، ممكن الا ما عندكمش العسل ديروا السكر كلاصي، وغنبدا كنعمر الدجاج بهذا الشكل. حاولوا توزعوا وتخليوا المكان لان الزبيب مازال غادي يتنفخ من غيطيب، كذلك الشريحه كيطيبوا كيتنفخوا واحد شويه وكيبقاوش مكمشين ومشماش يعني كل شيء. صافي ونسدو ونكتفوا الرجيلات، من بعد غادي نسدهم مزيان، ممكن تخيطوهم او تشدوهم كيف ما غادي ندير انا في الاخير بخيط غذائي باش الحشوه ما تخرج ليناش اثناء الطهي. صافي غادي نستمر كنعمرهم كاملين بنفس الطريقه، نسدو الرجيلات هنايا، غنحاول نكتفها يعني بالخيط الغذائي مزيان، يعني نحاول نجمعها مزيان باش ما تخرج لياش الحشوه نهائيا ملي يكون كنطيبها، ما سديتيهاش مزيان خصوصا اللي كان دجاج بحال هكا كبير، كتكوني على يقين غتلقاي الحشوه كامله مخلطه مع المرقه وما غتبقاش يعني في الداخل ديال الدجاج باش يجيكم يعني في التقديم ديالو زوين. صافي غادي نستمر كما لاحظتوا، يعني مسكينة قمت هانيت مزيان ونحاول حتى من التحت باش تجمع. صافي ونحزم يعني ندير عقدة، هذا خيط غذائي ممكن تستعملوا خيط عادي يكون بيض ما يكونش فيه الالوان يعني ملومش بيطلقكمش اللون في الدجاج ديالكم او مواد اللي هي سامة. صافي غادي نعقد وغادي ندير بنفس الطريقه الدجاج كامل من الاحسن. هنايا من غادي نبغيو نطيبوه ممكن ديروه غير مع بصله وحده كيف كنديروا التحمر ديال الدجاج، بصله وحده وكنطيبوا الدجاج وكنحيدوه عاد كنزيدوا البصله اخرى ونزيدوا الزيت ونطيبوا. انا هنايا درت البصله في مره بصراحه كلشي طيبته في مره، هنا تقريبا واحد جوج كيلو ديال البصله، درت معاهم شويه ديال الثومه، الثومه ما درناش مع الدجاج لان ما يصلحش الحلو مع الثومه ما صلحش، فدرته مع المرق عوضه القرفه وشويه ديال العطريه من كل حاجه، يعني شويه السكنجبير شويه ديال البزار شويه ديال الخرقوم. صافي وغادي ندير فوق منه الدجاج
نهار مهيلة، دائما نهار مهيلة. إذا ما كنتش غطيبو على نهار مهيلة فديرو غير بصلة وحدة كيف قلت، وديرو الماء وخليوها حتى كيطيب الدجاج، حيدوه وعاد ديروا البصله ديالكم وخليوها طيب وتتغمر. درت هنايا على الصدر ديالو، لان كبير الدجاج خصو يطيب من الصدر هو الاول. كنت دايرين كوكلي صغير، ف ممكن تقلبوه على ظهره لانه هو دغيا كيطيب. صافي، بلا ما نديرو في الكوكوط غير في الطاوه، انا هزت لي ثلاثه والاخرى غنديرها في طاوه بوحدها، وغادي نغلق عليها. بعد ما غادي ندير شويه ديال القزبر والمعدنوس غير شويه، ممكن ديروه مقبط او هكا مع المرقه ماشي مشكل، ما ديروش غير مع الدجاج. صافي، وكنخليوه كيغلي مزيان وكنقلبو، كنحسو بيه طاب من الصدر واحد شويه كنقلبو، وكنخلي العافيه ديك الساعه ملي كتطلق الماء مزيان كنجهد فيها شويه، وكناخد واحد الكيغدون والكبقه كندير بحال كنفس الدجاج من جهه الصدر بالخصوص، ونخليه يكمل الطياب ديالو. هنا البصله بعد ما طاب الدجاج وعزلتو، حيدت منه ديك البصله رديتها للطاوه الصغيره، يعني الكوكوط الصغير اللي درت فيها غير وحده، ودرت زدت كاس ديال الزيت، عاد درت الزيت في الاخير ونخليها كتنشف. غناخذو الكبده ديالنا ديال 4 ديال الدجاجات، غنقطعوها القطع وغادي نديرو معاها خل وملح، وغنردوها تسلق حتى كتبيض، ومن بعد كنزيدوها مع الدغميره اللي كتكون صافي قربت تكمل الطياب ديالها. وحنا كنحركو باستمرار حتى كنشوفوها رجعت بهذا اللون كما كتشوفوا معايا، تعلكات ودغمرات مزيان. صافي، كتكون جاهزه، كنطفيو عليها وكنكونوا يعني الدجاج ديالنا محيدينو كيبرد واحد شويه، ونجدو الخلطه باش غادي ندهنوه. هنا عندنا السمن اللي غنحتاجو تقريبا معلقه كبيره بالنسبه لهذه الكميه، غادي نزيدو معاها الكيتشوب، يعني جربوا هذا الخليط ديال كيجي حلو وكيجي تواتى بزاف مع هذا الدجاج. تقريبا جوج معالق كبار ديال الكيتشوب وعصير ديال البرتقاله واحده، انا عصرو غير هكا، هذه فيها الماء بزاف فعطتني لميها. ونزيدو الكيتشوب كيف قلت تقريبا جوج ديال المعالق كبارين. هنايا درتو شويه في الميكرووند اولا في كاسرونه، سخنوه باش يتجانس من مزيان لان الجو بارد، مع الخليط وندهنو، يعني الدجاج راه بحرا، يلا برد غير واحد شويه، الوقت ما كاينش، يعني كلشي وجدتو في نهار وما وجدتش من قبل، فكنت مضطرة انني يعني في ساعة نوجد الغداء للضياف. صافي، غادي ندهنو كامل ونديرو في الفران يتحمر من الفوق ومن التحت على خاطرو حتى كياخد لينا لون مذهب وكيجيب هاد الشكل هذا. طبعا راني حيدت الخيط ما خليتوش، وناخدو نديرو في طبق التقديم، ونكونو كنسخنو الدغميرة ديالنا الا كانت بردات، وفي نفس الوقت نكونوا عسلنا الفواكه الجافه اللي غنقدموا معها. يعني التقديم اختياري، يبقى مجرد اقتراح، ممكن نتوما تقدموا بالطريقه العاديه. كنحاول نحيد داك ليدام من التغميره ونديرها من الفوق، ما نديروش ليدام لان غادي ندير كؤوس نقدم فيها داك الخليط ديال الابلي مع الفواكه الجافه اللي بقى ليا من الحشوه. الدغميره كيف قلت غادي نزيدها وغنصفيها من اليدان باش ما تغطيش على هذه الكؤوس. هذا التقديم كيصلح لينا اجابه على بزاف التعليقات جاوني في فيديو سابق ديال صفه الكسكسو مع كوكلي، فكيكون خاص اننا كنقدموا مع اطباق، كل واحد واطباق ديالو الخاصه، الطبق الرئيسي بالسلطه وبالديسير اللي كلها كيهز لعندو، ماشي كلشي كيغمس في نفس الطبق، كيقطع كياخد الجهد ديالو. طبعا حنا كنحاولو نديرو اشكال زوينه في التقديم، من العين كتاكل قبل من حاجه اخرى، لذا قدمي بالطريقه اللي بغيتي انتيا، كيبقى مجرد اقتراح وكل واحد على حساب الذوق ديالو. صافي، هنا درت الفواكه المعسله او اللي عسلتها من قبل، مشماش برقوقين نفسها تقريبا اللي درت، والشريحه عسلتهم بالطريقه العاديه، يعني كنسلقهم وبعد كنزيد لهم ما زهر زبده وسكر او عسل.
بالنسبة للشريحة والمشماش فعسلتهم مع الواد القرفة والبرقوق، زدت له القرفة في الأخير. هنا غنديرو لوز مقلي، غادي نديرو من فوق من التغميرة بزايد، واللي بقى لي غادي نديرو في دوك البليصات اللي كيبانو ليكم تما راه مازالين خاويين، ضروري يبان لينا الطبق عامر ما يبقاش في بلايص. خلينا نقدمو كيف قلت في طريقتكم، هذا الشكل كيجي زوين بزاف ومختلف على الشكل اللي متعودنا ليه. صافي غادي نستمر حتى كنعمر كلشي البليصات، ولا كان عندكم طبق اصغر فما غيحتاج لهادشي كامل. هذا راه ديال 75 يعني كبير بزاف، الطول ديالو 75 سنتيمتر. هذا هو شكله النهائي عن قرب، كيجي كيف قلت لذيذ بزاف، يجربوها البنات اكيد غينال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم دائما على الدعم وعلى التشجيع، واللقاء في فيديو في وصفة قادمة ان شاء الله. مع السلامة.